الدبلوماسيه الرياضيه هي دبلوماسيه لم تخرج ولن تخرج عن الدبلوماسيات السابقه، وانما بحكم ان الرياضه اصبحت تتصدر المشهد العالمي بكون الرياضه دخلت الى جانبها محركات اقتصاديه مهمه كالشركات الرياضيه والمستشارين والمحتضنين وكذلك العاملين في الحقل الرياضي، كلهم ارتأوا ان يشاركوا هذه الرياضه نشوتها وكذلك سيطرتها على عقول المواطنين في اي بلد من البلدان. الدبلوماسيه الرياضيه لم تنبني على نظام الجمعيات كما هو معمول به في العديد من الدول وكذلك معمول به في المغرب، انبنت على افكار. ان الفكره وان وصلت الى المستوى العالي فانها دائما تكون وليده النتيجه السالمه. يقولون خبراء الكره العالميه ومطوري مستويات الكره ان الرياضه ليست وسيله للتسليه والترفيه وانما هي اداه لبناء مجتمع. كلما تكلمنا عن المجتمع الا وذكرنا الفرد، هناك منكم من كان مدربا وكان دائما يفتخر انه هو من صنع هذا اللاعب، وهذا اللاعب لعب في سن صغير. اتذكر ان سعيد غاندي مره في من مرات في احدى المحادثات ذكر انه وصل للفريق الاول في سن 17 سنه، فصناعه سعيد غاندي لم تكن صناعه ولدت الصدفه، كذلك صناعه مجموعه من اللاعبين. تخيلوا ان نظام الجمعيات في المغرب بشقيها جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الرياضيه اصطدمت في اولى نقلاتها الرياضيه بالقانون المغربي وهو خطير جدا. الاتحاد الدولي ينص في قوانينه الجديده ان تتحول الانديه الى شركات الانديه، موضوع كبير، موضوع يمكن ان نقول انه يحتاج الى ايام وايام وندوات من اجل ان نصل فيه الى نقطه الصفر لفض الشراكه وفض الخلاف. خلاف كبير بين القانون بين شركات الانديه وبين الجمعيات الرياضيه. ما هي الجمعيه الرياضيه؟ الجمعيه الرياضيه هي مجموعه من الافراد يجتمعون من اجل تحريك فكره مجتمعيه. هؤلاء الافراد اذا كان فكرهم بناء ومبني على استراتيجيه علميه وكان التفكير الاستراتيجي مفيد جدا ستكون النتيجه ناجحه. العديد من الانديه المغربيه ما زالت لم ترقى الى مستوى الاحترافيه. حتى ما نكذب على انفسنا ونقول اننا في رياضه محترفه. الاحتراف لا يعيش في جلباب الهوايه. إذا كانت العقلية هاوية فالاحتراف مستحيل المنال، لأن الاحتراف هو المستوى التفكير العالي من الاستراتيجية الرياضية. هناك من سيقول أن نجحنا بنظام الجمعيات، ولكن تعالوا نفكر شيئا ما ونقول أن إذا بنينا الفرد بناء جيدا وانتقل هذا الفرد من البناء الفردي، لان احنا بصراحه نتكلم كل لاعب لاعب او مدرب مدرب او مسؤول فهو بنى نفسه بنفسه. تخيل ان هذا الفرد الذي بنى نفسه بنفسه لو كانت هناك مؤسسات رياضيه او مدارس او جامعات تبني الفرد داخل الجماعه، أين سيصل المغرب وأين ستصل الرياضة المغربية؟ لما نتكلم عن الرياضة المغربية لا نتكلم عن كرة القدم، كرة القدم هي جزء من الرياضة. ليست هي الرياضة. الرياضة هي السلوك، الرياضة هي الأخلاق. الرياضة والقانون، الرياضة والاقتصاد، الرياضة الفن، الرياضة المتعة. الرياضة هي مجموعة من المتداخلات التي تفرز لنا ألعاب مختلفة تنضوي تحت لواء الرياضة. الزمان مهم جدا والمكان مهم جدا،
وفلسفة التفكير مهمة جدا، استراتيجية البعد النظري مهمة جدا، وكذلك استراتيجية في العمل. احنا اليوم نتكلم عن الشركات المواطنة، ونتكلم عن الرياضة المواطنة، والمواطن لا يمارس الرياضة. ملاعب القرب، ملاعب صغيرة جدا ليست لها مواصفات الرياضة. العشب الاصطناعي يشكل خطر كبير عن الرياضة المغربية وعن الرياضيين. المنتخب الوطني المغربي كل ما فاز كل ما أصبح التهديد أكبر، في حين أن أثر نار يخاصم البطولة الوطنية. أنا يخاصم البطولة الوطنية لماذا؟ لأنه لم يرقى في يوم من الأيام إلى مستوى عمل مناظرات وطنية من أجل إعطاء رأيه في إصلاح المنظومة الكروية كما فعل الدزلتي وغيره. أنا أحب الرجال، الرجال تكون عنده شخصية قوية. الدزلتي كانت عنده شخصية قوية، وكان دائما الشخص الذي كان في الصف الأول من المواجهة. أتمنى حتى لا أطيل عليكم، أتمنى أن يكون إصلاح الكرة المغربية أو الرياضة المغربية بصفة عامة أن يبدأ من التهميش. كم الرياضة كانت مزدهرة واليوم تعيش تحت طائلة التهميش. الريغبي كنا الأوائل، كرة اليد كنا الأوائل، السلة وكرة الطائرة في الكرة الحديدية وألعاب القوى وغيرها. اليوم أصبحنا نعاني مقابل كرة القدم. كرة القدم ليست القاطرة، القاطرة في التمثيلية. التمثيلية هي كل رياضي يمارس رياضة من الرياضات علينا أن نجعله ضمن إطار اسمه التكوين والتطوير والمهنية، من أجل أن يصل إلى عالم الاحتراف. لأن الرياضة وحدها ليست كفيلة بأن تمدن لنا وأن تجعل لنا رياضيين، وكذلك أن تطور لنا مسألة الرياضة. كل نادي وطالب من الأندية سواء في الرياضات الجماعية أو الفردية بأن يكون له مركز تكوين، مركز تكوين في المجال الإعلامي، في المجال الثقافي، في المجال الدراسي. حذاري، الفيفا يتربص بالدول التي ما زالت تعيش تحت سبات عميق. الفيفا في دفتر التحملات سطرت العديد من النقاط وفي تراخيص الأندية التي تحول من 11 نقطة إلى 5 نقاط. هناك مسألة التكوين والتطوير والتدريب. إحنا الحين ندرب ولا نكون ولا نطور، فحان الأوان أن ننسى التدريب وندخل إلى مجال التكوين والتطوير. التطوير الأندية الخليجية ومعها الأندية الآسيوية وكذلك الأندية الأوروبية أصبحت اليوم تعتمد على معاهد لتدريس اللغات. اللاعب هو دبلوماسي، هو سفير. اليوم يلعب بالمغرب وغدا ممكن أن يصبح ممثلا للدولة في إحدى الدول الأوروبية. عار على الكرة المغربية أو على الرياضية المغربية أن تلد رياضيا بارعا متميزا فنيا تكتيكيا مهاريا وهو أخرس لا يتكلم أي لغة من اللغات.